الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء بجريدة الأخبار أستاذ منصور. صباح الخير. صباح الخير زي ما انت. تحياتي لحضراتكم وتحياتي لكل الساده المشاهدين. ابدا مع حضرتك باجتماع امبارح الرئيس السيسي مع مجموعه من الوزراء، وكان في توجيهات فيما يتعلق بالاجراءات الخاصه بعيد الاضحى المبارك، المزيد من التفاصيل. هو زي ما حضرتك اشرت كده، طبعا يعني هناك تركيز كبير الفتره اللي فاتت والحاليه على موضوع الاسعار، خاصه في ظل الزيادات اللي حصلت في بعض اسعار السلع، وفي ظل ان احنا مقدمين على عيد الاضحى واللي بيشهد يعني في اقبال على شراء بعض المنتجات خاصه من اللحوم، وبالتالي كان توجيهات الرئيس منصبه للحكومه على ضروره توفير هذه السلع وخاصه اللحوم باسعار مناسبه، مع طبعا تفعيل الرقابه على الاسواق لضمان عدم وصول السلع المشوده من خلال اجهزه الحكومه المعنيه بمتابعه ومراقبه الاسواق لمنع وصول اي يعني منتجات فاسده للمواطنين، بالاضافه طبعا لان تفعل الدوله ادواتها من خلال منافذ البيع زي المجمعات الاستهلاكيه وزي الجمعيات التابعه لوزاره التموين والشركه القابضه للصناعات الغذائيه، وطبعا بعض الاجهزه الاخرى اللي ليها دور مهم في هذا الصدد، ومنها جهاز الخدمه الوطنيه بالقوات المسلحه وغيرها، كل ده بهدف توفير وزياده المعروض من السلع علشان تقل الاسعار ويستطيع المواطنين الحصول عليها باسعار مناسبه. استاذ منصور صباح الخير، وعايز اعرف من حضرتك ايه الجديد او الاجراءات الجديده اللي امر رئيس الجمهوريه بيها هذا العام؟ فيما يتعلق بعيد الاضحى والاجراءات السنويه اللي بتتعمل لعيد الاضحى. مظبوط، هو زي ما بقول لحضرتك كده، هو طبعا توجيهات الرئيس مستمره للحكومه، والنهارده يمكن مجلس الوزراء يمكن هيناقش هذه التوجيهات في اجتماعه اليوم. وزاره التموين والحكومه من خلال وزاره الزراعه وبعض الوزارات المعنيه بتعمل في كذا المسار. المسار الاول ان هم يقوموا بطرح كميات كبيره من السلع، طبعا عمليه استيراد اللحوم في حاله يعني ان الكميات الموجوده مش كافيه، فبيتم استيراد اللحوم من بعض الدول اللي بتتعامل مع مصر في استيراد اللحوم المجمده. الحاجه الثانيه كمان ده لسه هيحصل، يعني احنا بنتكلم على ايام. لا طبعا خلاص ده حصل. لا طبعا طبعا ده طبعا في تعاقدات بتبقى قبلها بفتره، والتعاقدات دي بتبقى بدخول كميات من الاطنان الاسبوعيه، وبيبقى في مخزون استراتيجي بيتم التاكيد عليه. كمان زياده الشوادر من السلع اللي بيتم اقامتها في المحافظات المختلفه علشان يستطيع المواطنين في كل المحافظات الوصول لهذه السلع. اخيرا كمان الحكومه بدات تفعل فكره المناطق اللوجستيه، وانها تبدا اقامه مناطق لوجستيه، بس ده تاثيرها هيكون بعد فتره شويه، اللي هي تبقى في كل المحافظات مناطق ضخمه لتجاره السلع. كمان الحكومه دخلت في منظومه النقل المبرد علشان تستطيع نقل السلع لاقصى اماكن واقصاها بعدا عن الحظر علشان تصل برضو السلع لكل المواطنين بسعر مناسب. بالنسبة بقى للإجراءات الخاصة بالاحتفال بالعيد من الناحية الأمنية، سواء فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالمساجد اللي هتقام فيها صلاة العيد، الإجراءات الخاصة بالطرق اللي الناس بتسافر عليها، أو حتى حركة القطارات، وإحنا لسه كنا طالعين من مشكلة في القطارات، كان في كلام عن آليات تأمين الوقت ده؟ طبعا، هو حضرتك عارفه انه في مجموعه من الاجراءات بتتم بالتنسيق ما بين عدد من الوزارات، كل وزاره معنيه بتعرض اجراءاتها للسيطره على الوضع الامني او الوضع الصحي او غيره. يعني هناك تقارير ستقدم من السيد وزير الداخليه والسيد وزير الصحه وزير النقل وزير الاوقاف، كل واحد بيعرض الخطه، وطبعا هم يكون بيلاقوا الخطه دي مش تلاقي هم بيعملوها كل سنه، ولكن طبعا هناك بعض الاوقات بتحتاج الى مزيد من الاجراءات الاحترازيه زي تامين الساحات اللي بتقام فيها صلاه العيد او غيرها، دي بيحتاج لمزيد من التنسيق ما بين وزاره الاوقاف التنميه المحليه وزاره الداخليه لتحديد الساحات والاعلان عنها وتامينها بشكل مباشر من قبل وزاره الداخليه. ومجلس الوزراء طبعا بقول لحضرتك بيتناول كل هذه الجهود، وبيشوف لو كمان في اي اوجه مساعده ماديه او ماليه بتطلبها بعض الوزارات بيتم توفيرها عليها، وده تنفيذا طبعا زي ما حضرتك يمكن الاجتماع اللي تم امبارح للسيد رئيس الجمهوريه مع الحكومه. نشكرك شكرا جزيلا استاذ منصور كامل، الصحفي المتخصص بشؤون مجلس الوزراء بجريده الاخبار.